أطالبكم بأن نكون يدا واحدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أستوصيكم خيرا بمصر وأرجوكم ألا تكونوا في رداء حاكم واحد أو في رداء سلطان واحد مهما على قدره، سواء كان مشير أو غفير، فنحن لسنا تابعون لأحد وإنما نمثل المعارضة، ولكن المعارضة البناءة الموضوعية لصالح المسلمين الحبيب. لسنا في ركاب أحد ولن نكون، ولكن نحن في ركاب الوطن.